يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من جولات استوديو الأبطال، والنهاردة الحقيقة جولتنا مختلفة تماما ومليئة بالأحداث طبعا على مستوى الصالات وتحديدا كرة اليد. الحقيقة النهاردة أن احنا مستمرين معاكم، استوديو الأبطال مستمر معاكم حتى الساعة 9 مساء. البداية طبعا هتكون النهاردة بماتش سيدات طبعا الأهلي، يد الأهلي هيكون مع أوتوهو الكونغولي، وده طبعا بيأتي في افتتاحية بطولة كأس الكؤوس الإفريقية اللي الحقيقة بتقام على طبعا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الأمير عبد الله الفيصل وأيضا على صالة الشهداء. ده طبعا يعني لكثرة المباريات. الحقيقة إن احنا شفنا يعني تنظيم مشرف جدا خلال طبعا يعني كأس السوبر الإفريقي، زي ما احنا شفنا أو تابعنا أول أمس وكمان يعني قبلها بيوم. الحقيقة أن أول أمس تحديدا كنا بنذيع المباراة النهائية ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الزمالك على شاشة قناة النادي الأهلي. شفنا الحقيقة مجهود كبير جدا مبذول من قبل كل القائمين على النادي الأهلي في استضافة هذه البطولة، والحقيقة أن أكيد مجهودات كبيرة جدا أيضا بذلت لاستضافة طبعا يعني بطولة الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس، وده اللي احنا هنتابعه النهاردة معاكم على مدار الاستوديو. الحقيقة أن أنا لازم أكرر طبعا تحياتي ونبارك لكل أبطال طبعا يد الأهلي، رجال يد الأهلي على المستوى المشرف اللي احنا شفناه وعلى المباراة الكبيرة. طبعا الحقيقة أن أنا كنت موجودة خلال هذه المباراة داخل الصالة، الحقيقة كانت مباراة كبيرة جدا. رجال النادي الأهلي قدروا الحقيقة أن هم يرفعوا راس كل الأهلوية زي ما احنا متعودين منهم دايما، زي ما احنا طبعا شايفين دلوقتي على الشاشة مع حضراتكم. احتفالية كانت كبيرة جدا لرجال يد الأهلي على نادي الزمالك غريمه التقليدي. الحقيقة أنه هو قدر يعني يحسم المباراة لصالحه ويسيطر كمان على مباريات المباراة بقيادة المدير الفني ديفيد ديفيس. الحقيقة أن احنا النهاردة يعني زي ما أنا قلت في البداية معانا عدة يعني أو مباراتين، وكمان هيكون معانا حفل الافتتاح مذاع على الهواء مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي لكل جماهيرنا يقدروا يتابعوا طبعا. وهيكون معانا أكيد مباراة يد رجال الأهلي أمام طبعا يعني كيركس الإثيوبي، وده هيكون ضمن المجموعة الثانية رجال. طبعا يعني قبل أي شيء خليني أرحب بضيوفي الأعزاء جدا، كابتن ياسر صلاح نجم نجوم النادي الأهلي لكرة اليد السابق، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، منورنا في استوديو الأبطال. أهلا بيك يا كابتن ماني. كابتن سلوى محمود طبعا يعني نجمة نجوم النادي الأهلي السابقة لكرة اليد، برحب بحضرتك منورانا طبعا في استوديو الأبطال. أهلا بيكي، أهلا بيكي، والتوفيق للأهلي يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. يعني خلينا قبل ما نروح للمباراة يا كابتن ياسر نتكلم شوية، شفت إزاي طبعا يعني مباراة الكاس ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الزمالك، مباراة كبيرة جدا. وخلينا كمان نتكلم على فكرة استضافة النادي الأهلي لحدث كبير زي ده موجود فيه، يعني يمكن حدث ما نقدرش يعني نقلل منه او نقول ان هو مش حدث عالمي، بل هو بالفعل حدث عالمي بيقام على يعني ارض النادي الاهلي. وسائل اعلام مختلفه بتكون موجوده علشان تغطي يعني هذا الحدث، زي ما احنا شفنا كمان امس في الاجتماع الفني لهذه البطوله. يعني مجملا شايف ازاي استضافه النادي الاهلي وايضا مباراه السوبر؟ طبعا حدث كبير، مش غريبة على النادي الأهلي ان هو يقدر ينظم بطولة زي البطولة كبيرة زي ديت، هي بطولتين على فكرة، كأس السوبر وبطولة كأس كوس. طبعا بطولة كبيرة وليها علامة استفهام ان هو عدى 50 عام على الاتحاد الأفريقي، وده شيء كويس. وكمان ميزة تانية ان اول مرة السوبر يبقى من اربع فرق. مبروك طبعا لكاس السوبر نادي الأهلي، فرقة فعلا عرفت من أول دقيقة تقرأ المباراة وعدت على خير. مباراة كبيرة، مباراة فيها تكتيك كبير، كان فيها شغل مدربين ومدرسة واحدة، الاثنين مدربين أسبان. ديفيد عرف كويس قوي ان هو يشتغل مع المباراة. طبعا بنقول مبروك، ومبروك ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله.
كابتن سلوى، شفتي ازاي المباراه ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك؟ يعني يمكن هو غريمنا التقليدي في كره اليد، الحقيقه ان شفنا اداء كبير جدا لرجال يد الاهلي في هذه المباراه، كمان استضافه النادي الاهلي لهذا الحدث، وكمان النهارده يعني بدء بطوله جديده بتقام داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا البطوله في النادي الاهلي ده مش جديد عن النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي رائد في استضافه البطولات. بالنسبه لمباراه السوبر طبعا كانت تعتبر استكمال للبطولات اللي الحمد لله الرجال حصلوا عليها السنه دي من الدوري للكاس، فده كان استكمال بقى لمسيره الموسم ده بالنجاح اللي احنا شفناه طبعا. فالحمد لله هي الموسم ده عوده كويسه جدا بالنسبه للرجال والسيدات بحصولهم على الدوري والكاس، وان شاء الله بالتوفيق في بطوله كاس الكؤوس ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم عن مباراه اليوم يا كابتن ياسر، يمكن هي المباراه الاولى في هذه البطوله لسيدات يد الاهلي، يعني عندنا قائمه الحقيقه محترمه، خاصه بعد اكيد التعاقد كمان مع الثنائي المونتينيجري ناتاشا كوروفيتش وكمان ماتيا بريتكوسيتش. الحقيقه ده شفنا طبعا خلال الايام الماضيه تعاقد كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي مع هذا الثنائي لتدعيم صفوف الفريق لطبعا بطوله كاس الكؤوس. النهارده المباراه شايفها ازاي كابتن ياسر؟ هل ممكن هي هتكون جس نبض للفرق؟ ممكن ازاي الثنائي يدعموا الفريق النهارده؟ هيكون ليهم دور كبير يعني من وجهه نظر حضرتك، ولا شايف الامور يعني هتجرى ازاي في هذه المباراه؟ بس خلينا نتكلم بكل امانه ان بطوله السيدات تختلف عن بطوله الرجال. بطوله السيدات اصعب كتير، بطوله كبيره فيها فرق افريقيا على طول على عرش البطولات، فرقها عندها عنصر خبره معظمهم محترفين في اوروبا. بطوله بالنسبه للسيدات حجمها كبير جدا، جرأة جدا ان احنا ننظم البطوله. احنا نظمنا قبل كده بطوله من 5 سنين وكان الاهلي موجود، وكان في بطوله السيدات، وبطوله زي ما بقول لك صعبه صعبه صعبه. لو اتكلمنا عن المباراه النهارده هي تختلف عن السنين اللي فاتت كلها، لان السنه الاخيره اللي هي تقريبا من 5 سنين او 4 سنين 2018 ما كانش مع النادي الاهلي محترفين من الخارج. انا شايف ان كابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي وكابتن ياسر طبعا لبيب على راسهم رئيس الجهاز، ان هم بصوا بصه تانية خالص للسيدات، وانت النهارده عندك 3 محترفين معاك، واحده من الاول في الدوري، ويحق ليك 2 تانيين يشتركوا معاك في قلب البطوله الافريقيه. والثلاثه خط ظهر، 3 أنا شايف منهم 2 جايين من توريجرو، 2 على مستوى عالي جدا، إن شاء الله يعملوا حاجة مع السنغالية اللي موجودة معانا. 3 خط ظهر، أنا شايف السيدات ليها شكل تاني، إن شاء الله إن شاء الله هنبقى موجودين بإذن الله في المربع. حاجة تانية ان برضو بالنسبة للسيدات الفريق الاول ان الدنيا اتغيرت شوية، بمعنى ان بقى في هدف موجود بعد دخول منتخب مصر بعد غيبة كبيرة جدا، ان هو يتجمع تاني ويبدأوا بيه. فكل عنصر موجود سواء في الاهلي او في اي اندية اخرى عنده دافع كبير ان هو يؤدي اللي عنده عشان يخش منتخب الدرجه الاولى. احنا الاول ما كانش عندنا منتخب درجه اولى، والكلام ده كان بيوصل معانا ان البنت خلاص حققت طموحاتها في الدوري ومفيش الدنيا مش حلوه بالنسبه لها. لا، النهارده بنقول ان احنا بننافس وهننافس ان شاء الله بعد دخولنا في منتخب مصر الدرجه الاولى، والنادي الاهلي بالثلاثه اللي هو موجودين محترفين، لا اقدر اقول ان احنا هنبقى موجودين ولينا شكل ان شاء الله. كابتن سلوى، بتوافقي كابتن ياسر راي مباراه شايفاها صعبه؟ شايفه عموما يعني البطوله على مستوى السيدات اصعب من الرجال؟ مباراه اليوم شايفاها ازاي؟ التدعيمات عموما اللي كانت موجوده في الفريق وايضا اللي يعني انضموا حديثا للفريق.
هو طبعا اي مدام الفرقه وصلت ان هي تلعب بطوله كاس كؤوس يبقى اكيد فرق جامده، فالمباراه هتبقى في الملعب. فطبعا التدعيمات اللي حصلت كابتن خالد العوضي وكابتن ياسر لبيب طبعا هيكون ليها تاثير كويس قوي بالنسبه للفرقه، وده شيء طبيعي في البطولات الاستعانه بعناصر محترفه وقت البطوله بس. فان شاء الله يكون التدعيم ده مفيد بالنسبه للفرق. وبعدين بالنسبه للبنات احنا من فتره ابتدينا الحمد لله نعمل نتائج على مستوى افريقيا من ساعه منتخب 98 ومنتخب 2000 ومنتخب 2002 ودلوقتي منتخب 2004. فالحمد لله نتائج بنات بالنسبه لافريقيا ابتدت تتحسن جامد جدا. فان شاء الله النادي الاهلي يعمل حاجه كويسه البطوله دي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب زي ما احنا شايفين دلوقتي على شاشه قناه النادي الاهلي طبعا مع كل مشاهدينا، يمكن خلاص ابتدى احماء الفريقين قبل بدء المباراة، يعني يمكن خلاص أقل من 20 دقيقة بتفصلنا عن بدء هذه المباراة. شايفين طبعا الفريقين قدامنا بيجروا عمليات الإحماء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، طبعا النادي الأهلي وأوتوه الكونغولي وأولى هذه المباريات في هذه البطولة. إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق لنادينا طبعا النادي الأهلي سيدات يد الأهلي. طبعا يعني يمكن في أكتر من شيء عايزة أنوه عليه قبل ما نستكمل حديثنا مع كابتننا الاعزاء. طبعا حقيقه ان يعني هذه البطوله كاس الكؤوس الافريقيه دي نسختها ال 39، طبعا يمكن 37 نسخه تم اقامتهم خلال السنوات الماضيه، والنسخه ال 38 حقيقه ان هي يعني لم تنفذ او لم تقام بسبب تداعيات فيروس كورونا او كوفيد خلال هذا الوقت، وزي ما انا قلت يمكن دي النسخه ال 39. خلينا نتكلم عن المجموعات الأولى رجال اللي كان مقرر ليها الإقامة النهاردة. طبعا مباريات يمكن كان في مباراة مقرر ليها في تمام الساعة 10 صباحا كانت ما بين فريق ريد ستار الإيفواري وفانز الكاميروني. الحقيقة إن هذه المباراة يعني يمكن خلصت بفوز فريق ريد ستار الإيفواري، طبعا فاز على فانز الكاميروني. هي المباراة يعني لم تقام، ولكن الحقيقة إن فانز الكاميروني لم يحضر إلى أرض الملعب. طبعا زي ما احنا عارفين بيبقى طبعا يعني الحكام القائمين على هذه المباريات بيحتسبوا وقت معين، إذا لم يحضر يعني فريق من الفريقين خلاص بتحسب المباراة للفريق اللي حضر إلى أرض الملعب، وده اللي حصل مع مباراة أو يعني المباراة ما بين فريق ريد ستار الإيفواري وفانز الكاميروني. وزي ما احنا قلنا يمكن دي كانت الجولة الأولى للمجموعة الأولى رجال. مباراة أيضا كان مقرر ليها في تمام الساعة يعني 12 ظهرا ما بين وداد سمارة المغربي وجي أسكا من الكونغو طبعا الديمقراطية، كان مقرر ليها أنها تقام بعد مباراة ريد ستار وفانز الكاميروني. هذه المباراة أيضا نفس يعني اللي حصل سيناريو المباراة الأولى حصل أيضا في سيناريو المباراة دي ما بين وداد سمارة وما بين جاي أسكا طبعا من الكونغو الديمقراطية. بشكل اعتباري تم احتساب الفوز لفريق وداد سمارة المغربي بسبب عدم حضور جاي أسكا لهذه المباراة. يعني خلينا كمان كان في مباراة ودي كانت الجولة الأولى والمجموعة الأولى سيدات ما بين باترو أتلتيكو الإنجولي وسبورتينج. الحقيقة أن باترو أتلتيكو فاز على سبورتينج بنتيجة 26-20، وده يعني يمكن زي ما أنا نوهت كانت الجولة الأولى والمجموعة الأولى سيدات. خليني أروح ليك تاني يا كابتن ياسر، أرجع لك مرة أخرى. يمكن النهارده كابتن زولا زي ما احنا شايفين كده مع حضرتك القايمه لو تستعرضها معانا ومع الساده المشاهدين. انا عايز قبل بس ما نستعرض القايمه احنا هنقول ان بيترو الانجولي ده بطل من ابطال انجولا. كان في النهارده مباراه الساعه 12 ما بينه وما بين سبورتنج المصري، خلصت النتيجه 26-20. الفرقة دي طبعا بطل كبير، فرقة سبورتنج فرقة برضو مش قليلة، بس أنا شايف إن المستوى العام ما نقدرش نحكم عليه في الأول، فرق ستة مع فرقة زي ديت علامة استفهام، هل يا ترى هو مريح ناس؟ هل يا ترى هو
لعب فول تيم، ده هنشوفه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. يمكن باترو كان ليهم مباراه مهمه جدا مع طبعا يعني بريميرو دي اجوستو، قدروا ان هم يفوزوا على بريميرو دي اجوستو على الرغم من صعوبه الفريق، يعني بريميرو دي اجوستو طبعا يعني احنا زي ما احنا بنقول كده دول اهلي وزمالك كره اليد يعني بالزبط. الافريقيه الحقيقه كان اداء عالي من باترو، يمكن ماشي بخطى ثابته وشايفين ان هو ليه اداء عالي، وده اللي قدر ان هو يحققه النهارده على طبعا سبورتنج بهذه النتيجه. هنشوف اكيد ليه خلال المباريات المقبله ازاي هيكون اداؤه. يعني كابتن خلينا نستعرض مع حضرتك القائمه الخاصه بالنادي الاهلي امام طبعا يعني اوتوه الكونغولي. معانا اللاعبه ماتيه اللي هي المونتيجرو المحترفه رقم 3، أمينة هشام رقم 4، ناتاشا رقم 5، نصر عيد رقم 10، منت الله سيد رقم 12، السنغالية المحترفة دونجو كامارا رقم 15، غادة حسام 16، سارة حسام 19، رنا راضي 20، تؤى كامل 22، ليلى هيثم 23، ملك أحمد 25، أمينة عاطف 33، فرح حازم 40، شهد الشواربي 44، روان سعيد 70، رقم 70. طيب علشان نطمن بقى يعني على كل امور المباراه ما قبل بدء المباراه، يعني خلاص اقل من 15 دقيقه بتفصلنا عن بدء هذه المباراه زي ما احنا متعودين دايما، هنروح دلوقتي لصاله الامير عبد الله الفيصل وهيكون معانا وهينضم لنا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم علشان تنقل لنا كل الامور والمستجدات الخاصه بما قبل مباراه النادي الاهلي طبعا واوتوه الكونغولي. اكيد مباراه هامه جدا وهي اولى مباريات السيدات في هذه البطولة الكبيرة يعني كأس الكؤوس. هنا يعني بنرحب بيكي على شاشة قناة النادي الأهلي وأكيد مستنيين منك كل الجديد اللي قبل بدء هذه المباراة. برحب بيكي طبعا زميلتي العزيزة جدا مريم سميح وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ومن داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وبالتحديد صالة الأمير عبد الله الفيصل. هنقل لكم بقى كل الأجواء وكمان الاستعدادات قبل ضربة البداية لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي في البطولة المرتقبة طبعا بطولة كأس الكؤوس واللي بيستضيفها النادي الأهلي في نسختها 39. يعني طبعا كله هنا مستعد على أكمل وجه كعادة طبعا النادي الأهلي، كمان لاعبات النادي الاهلي مستعدين بشكل قوي جدا للمباراه طبعا بين سيدات النادي الاهلي واوتوهو الكونغولي. وزي ما انت قلت يا مريم خلاص يعني اقل من 15 دقيقه بتفصلنا عن انطلاق المباراه. سيدات كره اليد مركزين بشكل كبير جدا، خليني اقول لك اكتر عن استعداداتهم. يعني هم في معسكر مغلق منذ 48 ساعه، عندهم هدف واحد بس وهو التتويج بالبطوله عشان بقى يحققوا الثلاثيه هذا الموسم. زي ما قلت مركزين بشكل قوي جدا وكمان يعني منتظرين اكيد يكون في جمهور بتدعمهم كعاده طبعا جماهير النادي الاهلي. كمان بقى خليني اكلمك عن قائمه النادي الاهلي للبطوله، طبعا متواجد فيها اللاعبه غاده حسام، اللاعبه منى سيد، اللاعبه امينه هشام، اللاعبه فرح حازم، اللاعبه رنا راضي، تؤى كامل وكابتانه طبعا نصر عيد، ملك احمد، روان سعيد، امينه عاطف، ساره حسام، شهد الشواربي، ليلى هيثم، وطبعا بقى المحترفات دونجو كمارا وناتاشا اللي طبعا انضموا لصفوف سيدات كره اليد عشان يدعموهم في البطوله. وطبعا كلنا بقى منتظرين منهم الكثير وان شاء الله بقى يكونوا دعم كبير لسيدات كره اليد. خلوني كمان بقى اقول لكم اللاعبات اللي خارج قائمه النادي الاهلي بسبب الاصابات. عندنا طبعا ثلاث لاعبات، اللاعبه ليلى شريف ودينا هاني واسراء حسين، طبعا بنتمنى كل التوفيق لسيدات كره اليد. كمان بقى خلوني طبعا افكر حضراتكم بمجموعات المشاركه في كأس الكؤوس. طبعا هم متقسمين لمجموعتين، النادي الاهلي بيقع في المجموعه الثانيه بجانب اول اغسطس الانجولي، هيبتات من كوت ديفوار، اوتوهو الكونغولي، نواصر من المغرب، وطبعا الاهلي المصري اللي بنتمنى له كل التوفيق. اما في المجموعه الاولى فبيقع فيها باترو اتلتيكو ودي جي اس بي ومقيمين من تونس وسبورتنج من مصر وفانز من الكاميرون. كمان طبعا النهارده كان في مباراتين قبل مباراه الاهلي، المباراه الاولى كانت بين فريق سبورتنج وباترو اتلتيكو وانتهت بفوز باترو اتلتيكو بنتيجه 26-20. وكمان كان في مباراه بقى يمكن لسه خلصانه منذ دقائق
الحقائق كانت بين دي اج اس بي ومكنين التونسي، وانتهت بفوز دي جي اس بي بنتيجة 30-28. يعني طبعا يا مريم كل التوفيق لسيدات كرة اليد، منتظرين منهم الكثير ان شاء الله بقى يظهروا بحاجة طبعا تليق باسم النادي الاهلي زي ما عودونا دايما. نكون معاكم بقى بعد المباراة بعد ما نفوز ان شاء الله ونعمل لقاءاتنا الحصرية، والان العودة ليكم مرة اخرى في الاستوديو. نشكرك جدا زميلتنا العزيزة والمتألقة هنا أبو القاسم، الحقيقة يعني تغطية أكثر من رائعة، عرفنا منها كل الأمور ما قبل بدء هذه المباراة، يمكن أطلعتنا على الإصابات على القائمة النهائية وأيضا استعدادات الفريقين. نشكرك مرة تانية زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم. كابتن ياسر، رؤية النهاردة للمباراة كابتن زولة هيبدأ إزاي هذه المباراة؟ شايف أنه هو ممكن يبدأ بالتشكيل الأفضل بالنسبة له، ولا بالنسبة له هو في عدة أوراق رابحة بالنسبة لكابتن زولة شفناها خلال يعني الفترة الماضية أو المباريات الماضية، شايف ممكن أنه هو يبدأ النهاردة إزاي مباراة أوتو الكونغولي؟ طبعا جهاز فني محترم على رأسهم كابتن عادل، أبو وارس، ميشو، خالد عثمان حراس المرمى. لا انا شايف ان كابتن عادل النهارده لازم يبدا بدايه قويه. مش عايز اقول ان احنا نطمن، لان انا كده اما اجي ابص وشفت التسخين، لان انا لعبت بطولات افريقيه قبل كده. لا انا شايف ان هم بنيانهم قوي، بس احنا النهارده ان شاء الله عرفنا هيبقى المكسب. شوف بس ايه ترجع تقولوا ايه، انا قلت في اول ان شاء الله اللقاء هيبدا بدايه قويه عشان يبدا يخلص المباراه والناس تاخد ثقه. دي طبيعه، لان عندنا في البنات البطولات اللي فاتت كان بيبقى فيه رهبه، احنا عندنا السنه دي هيبقى فيه عناصر خبره كبيره بالذات من المجموعه اللي هي من مصر، زي نصر عيد، زي غاده، ساره حسام، امينه، شاهد الشواربي، راضي، رنا راضي. لا عندنا مجموعه كبيره، انا مش عايز انسى اسم، لا لعب بطولات افريقيا قبل كده وعندها عنصر خبره. لا انا شايف ان النهارده ان شاء الله هيبقى في مباراه حلوه وهتشرف النادي الاهلي، وباذن الله نكسب باذن الله. كابتن سلوى، يمكن فريق اوتوهو يعني مش واضح وضوح الشمس بالنسبه للنادي الاهلي او الجهاز الفني الخاص بالنادي الاهلي، يعني دايما الفرق الافريقيه ما بتبقاش يعني يمكن زي ما كابتن ياسر قال مش عايزين نطمن قوي، الرؤيه مش واضحه بالنسبه لنا قوي زي ما احنا قلنا يمكن هتبقى مباراه لجس النبض ما بين الفريقين خاصة في الشوط الأول. شايفة إزاي يعني فريق أوتوهو ممكن إن هو يبدأ أمام النادي الأهلي، أو شايفة الاستراتيجي اللي ممكن يبدأ بيها الفريقين، خاصة إن يعني ممكن طبعا أكيد كابتن زولا أكيد كان في فيديو سيشنز وأكيد شاف وشرح للاعبات كل الأمور الخاصة سواء النقاط القوة أو الضعف بالفريق الآخر، ولكن أكيد يعني استعدادات الفرق في هذه المباريات وتحديدا في البطولات بتبقى مختلفة. شايفة ازاي الاستراتيجي اللي ممكن الفريقين يبداوا بيها خاصه ان هم مش حافظين بعض يعني بشكل كبير؟ ممكن يكون الفرقتين مش حافظين بعض، بس اتفرجوا على بعض واتفرجوا على ماتشات لبعض، وطبعا كابتن زولا اكيد البنات شافوا ماتشات للفريق، واكيد زي برضو ما احنا الاهلي شفنا ماتشات الفريق طبعا الاوتوهو شاف طبعا ماتشات. طبعا بتبقى لازم البدايه تبقى قويه في الاول، وبيبقى في كروت اكيد متشاله، طبعا دي بتبقى وجهه نظر فنيه للمدرب وللجهاز معاه، بتبقى في كروت متشاله في وقت ممكن يغير خطط اللعب، دي بتبقى تابعه لسير المباراه نفسها. فربنا يسهل ان شاء الله والمباراه تبقى كويسه، وطبعا الشغل بيبقى كله في الملعب ووقت المباراه، انا ممكن اكون حاطط خطه العب بيها، وفي المقابل في وقت المباراه سير المباراه بيغير كل الاتجاهات، فبيبقى الحلول في وقت المباراه نفسها.
فبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نعمل مباراه كويسه ان شاء الله، لان هي مباراه البدايه وهتفرق معانا طبعا في مشوار البطوله ان شاء الله. نفسيا كمان اعتقد هتفرق بالزبط. كتير جدا بالزبط. النهارده لو كسبنا هيفرق عموما في مشوار البطوله. كابتن ياسر خليني اسالك عن فرص سيدات يد الاهلي عموما، شايف المجموعه ازاي؟ هل هي مجموعه نقدر ان احنا نقول عليها سهله مش سهله؟ شايف عموما يعني مجموعتنا للسيدات اللي احنا وقعنا معاهم، اكيد زي ما احنا قلنا يعني بريميرو دي اوجوستو زي ما احنا قلنا هو وبيترو، شفنا مباراه ليهم كبيره جدا بنعتبرهم الاهلي والزمالك الافريقي يعني. كمان هيبتات من كوت ديفوار اوتوه النهارده هنشوفه، كمان النواصر المغربي، المجموعه شايفها ازاي وفرص النادي الاهلي مع هذه المجموعه على مدار البطوله شايفها ازاي؟ بس احنا قلنا في بدايه الكلام ان البطوله طبعا صعبه صعبه صعبه، رغم كده ان الفترات اللي فاتت ان كان البنات بيبذلوا مجهود، السنه دي مع تدعيم اللي حصل من النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي وكابتن ياسر لبيب، فالفرقه ليها شكل تاني خالص. انا شايف ان هتبقى عندنا عنصر خبرات عالي، هنبقى موجودين من ضمن الأربعة. خلينا نقول الأول بس نطلع من المجموعة بتاعتنا هنا، بطولة أفريقيا تونس والمغرب بقالهم فترة ما بيشتركوش، وإحنا بنعرف نلعب قصاد المغرب أو تونس بالمجموعة اللي معانا. لا أنا شايف إن إحنا هيبقى لينا إن شاء الله إن شاء الله نصيب في ميداليا، مش عايز أعشم الناس وأقول إن إن شاء الله هيبقى في نهائي موجود، هنقول ان شاء الله احنا موجودين. سنوات الخبره احنا بناخدها، معنى ان الاهلي بيشترك كل بطوله، ما فيش الا البطولتين بس اللي فاتوا. لا انا شايف المره دي في علامه استفهام، وكابتن عادل عامل مجهود هو والجهاز الفني اللي معاه، ربنا يوفقه وعامل شغل كويس. فرقه تعودت على المكسب الفتره اللي فاتت، بتعرف فيهم على فكرة، أنا برضو عايزين نقول إنه فيهم ناس 2002 2004 ما فيش حد سنه معدي كبير، لا ده عناصر صغيرة واللي موجودين برضو المحترفين على أعلى مستوى وسنهم برضو مش كبير وبيشاركوا في بطولة أوروبا، يعني دي كفاية إن شاء الله يا كابتن. يعني خلاص ثلاث دقايق بتفصلنا عن ضربة البداية لسيدات ياد الأهلي في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية. نروح دلوقتي طبعا لأرض الملعب لبدء مباراة النادي الأهلي وأوتوه الكونغولي، وهننتقل دلوقتي لكابتن إيهاب رجب معلقنا المتميز دائما. الكلمة ليك يا كابتن إيهاب، اتفضل.